وصلنا هلأ للفقرة اللي بنحبها، الفقرة اللي بنتواصل فيها معكم واللي بنجاوب فيها على أسئلتكم. نشوف الأسئلة لمين؟ شو. اليوم في سؤالين للدكتور وسؤال لفرح، هيك على الأولي. دائما بحس إني مريضة وفيني أمراض الدنيا كلها، وكل ما أقرأ عن مرض أو أسمع عنه بصير أحس إنه عندي أعراضه. ليش هيك بصير معي؟ أنا بعرف شخص بصير معه هيك، بس ما بدي أحكي عنه بلاش يفضحني. أشخاص كتير. آه. يعني هذا إحنا بنقول له مرض المراق أو التشكي، اللي هو أحد أمراض الأعراض النفس جسدية، وزمان كانوا يسموه الإلنس فوبيا أو رهاب المرض، بحيث إنه أنا شخص دائما وأبدا إذا بصير عندي عرض أو بسمع عن عرض أو حدا بقول قدامي عرض، بصير أنا أشعر فيه حقيقة، وبكون فعلا العرض موجود، لكنه مش ده منشأ عضوي، ده منشأ نفسي اللي هو القلق الكامن. وهذا والمشكلة وين في هذا الكلام؟ المشكلة باللي أنا بعمله، بروح أو إشي بصير مشغولة دايما فيه أو مشغول دايما فيه، بروح على بعمل تسوق إلكتروني، بروح على دكتور جوجل ودكتور ياهو، بعدين ممكن أروح أعمل دكتور شوبينج، ممكن أعمل بعمل تسوق مخبري كمان، ممكن أعمل كمان تسوق شعاعي، وبلف على مجموعة الأطباء زي ما حكيت لكم. هلأ كل هذا الكلام ما له داعي، الموضوع بكل بساطة بده تطمين، بده تطمين، وبده يعني لما يروح على الطبيب، هذا العلاج عند الطبيب النفسي، بده الطبيب يطمن الشخص ويفهمه إيش معناتي اللي أنا قلته هلأ، زائد أنه ممكن بده علاج نفسي داعم، وأحياناً إذا صار معه شوية أعراض اكتئاب قد يأخذ مضاد للاكتئاب لفترة قصيرة وبس. فرح، قرأينا السؤال اللي وراه، هلأ هذا نفسه لسه. أنا شخص كتير عصبي وبعصب على أبسط الشغلات، وحاسس إني رح أخسر كتير ناس بسبب تهوري وعصبيتي. في جلسات أو علاجات معينة ممكن تساعدني أتخلص من هاي المشكلة؟ توقع هذا يعني هذا السيتويشن أو السيناريو مارر علينا كتير من أشخاص أقرب منا. شخصيتنا شخصية عصبية بشكل عام. لا شك، بس هو بيتكلم على إنه عصبي لدرجة بيفقد السيطرة. يعني خلينا نقول اندفاعي، امبالسيف، او خلينا نقول كمان في غضب كبير، وهدول الناس عاده. طب احنا دكتور مش شعوب زي هيك؟ يعني هلا بلاش نعمم، احنا ما بنحب التعميم، احنا ممكن شوي يكون في عنا شوي حماسيين اكثر، يعني ما يعني خليني اشوف لي واحد قاعد بيحكي وما بحركش بايديه زي طيب يعني آه. لكن هو بيتكلم عن عصبيه بيفقد فيها السيطره وبيندم على اشياء بيعملها وممكن يخسر فيها علاقات، فهو حدد بالضبط. اثنين، هاي العصبيه بده يفهم انه هو مسؤول عنها، وهو فاهم هذا الكلام، عشان هيك بدور على حل. الحل ستريس مانجمنت وانجر مانجمنت، يعني يجب انه يروح يشوف معالج نفسي حتى انه يعمل له اداره الغضب او اداره العصبيه، لانه لا شك انه معظم هذول الناس طيبين وبيندموا لكنهم اندفاعيين، بعصبيتهم ما بيسيطروا، لكنهم مسؤولين، يتذكروا انهم مسؤولين عن افعالهم بهذا الوقت. اذا كانت العصبيه زياده عن اللزوم وفيها عنف لفظي وعنف جسدي زياده عن اللزوم، ممكن غير الانجر مانجمنت والستريس مانجمنت ممكن ياخذ مود ستابيلايزرز، مثبتات مزاج، بحيث انه يقدر يسيطر على هاي العصبيه الزايده. ولعلمك العلاج تبع الانجر مانجمنت والستريس مانجمنت جدا 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 مفيد، فأنا مش عم نتكلم يعني عن عادة هدول الناس بتعالجوا وبتحسن. يس 100%. نسمع منهم دائما جملة دكتور إنه أنا ما كنت واعي شو عم بعمل بلحظة غضب، صح؟ هل فعلا يعني مش واعيين؟ يعني خليني أقول لك شغلة، هلأ ثورة الغضب هاي بدها كلام كتير، لكن بدك تعرف شغلة معينة، أنت مسؤول. فبما أنك مسؤول أيضا مسؤول عن إنك تعرف مشكلتك، يعني ممكن إذا أنت اليوم حكيت معي بطريقة مش مناسبة أو بطريقة عصبية أمشي لك، تاني ما مشكلك بعدين ما بمشكلك، فبالتالي انت واجبك لما تكون عصبي واندفاعي ومش ما بتقدر تمسك نفسك حتى وقلبك طيب، انت مسؤول انك تروح تعالج هاي المشكله وتتعلم مهارات ضبط الغضب وضبط العصبيه. هلا سؤالنا الثالث، عمري 35 سنه ولدي نقص في مستوى البي 12 وباخذ حبوب، ولكن قيل لي ان الحقن مفيده أكثر وترفع المستويات بشكل أكبر، هل هذا صحيح فرح؟ 100%، هذا الحكي صحيح، لكن إحنا طبعاً نحكي دائماً بإشراف الطبيب. الحقن لما تأخذها ما بتمر في الجهاز الهضمي، تدخل عندنا المادة دايركتلي بشكل مباشر وبشكل كامل على الدم، بينما إنه أنا لما أجي بدي أخذ حبة عن طريق الفم رح تضطر تمر بالجهاز الهضمي وما بيتم امتصاصها 100%. فهي صحيح إنها فعالة أكثر، لكن دائماً بنحكي إنه لازم ترجع للدكتور، لأنه حسب حالتك ممكن هو أدرى أنت ما عندك كتير نقص كبير، ممكن تحتاج حبوب فقط،
لحتى تعالج المشكلة اللي عندك. حبوب على مدار طويل مش أحسن من إبر ولا لا؟ هلا ممكن إحنا ننصح المريض إنه ياخد إبر لحديد ما يصير مستوى البي 12 عنده في الدم منيح لحد ما، بعدين يمشي على الحبوب أو يحول عليه. يحافظ على المستوى 100%. شكرا كثير فرح، شكرا كثير دكتور فلاح. إن شاء الله استمتعتوا اليوم بفقرات برنامجنا الأطباء السبعة، ونشوفكم في حلقات قادمة. أهلا وسهلا فيكم.